السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي، دي رسالة هامة جدا من العائلة الروحية لك. انت الان في هذا الوقت من سماع الفيديو محاط بعائلتك الروحية، وفي منكم من سيلتقي بشخص من العائلة الروحية في العالم المادي، يعني هتشوف شخص من عائلتك الروحية، إما روح متجسدة في شخص وهتحس إنه من العائلة الروحية بتاعتك أنت، أو هتكون فعلا في حد من عائلتك متصل بالروح وشخص نوراني مثلك تماما، وهتقابله قريبا وهتكون في زي ألفة بين أرواحكم، حتى لو كان رجل زيك أو أنثى مثلك، يعني هتلاقوا فيه زي تقارب أرواح بينكم لأنكم منتمين لنفس العائلة الروحية، وكمان بيحصل زي اتحاد مع بعضكم في شيء معين هتعملوه في رسالتكم الروحية. رسالة لك من العائلة الروحية، هنا عايزين يوصلوا لك ان احنا معاك وحواليك. انت يمكن عندك قيود مالية، يمكن عندك ديون، يمكن بتمر بموقف صعب مش قادر تتوازن فيه، عندك شقرة العين التالتة مفتوحة. هنا بيقولوا لك خد بالك من احلامك، خد بالك من العلامات اللي بتجيلك، واتبع الطريق الجديد اللي ربنا فتحه لك. بلاش تتراجع، بلاش تتردد، اتوازن، لان الطريق ده مفتوح علشانك، علشان دعوة انت دعيتها. بيقولوا لك احنا حواليك واحنا هنساعدك في استقرارك قريبا، يعني سيأتي الاستقرار الى حياتك قريبا جدا، وهتكون شخص متوازن جدا، وهتكون بتوازن امور العمل وامور المال وامور الحب والعائلة في ميزان واحد. يعني انت مش هيكون عندك حاجة اسمها العمل بيخليني مش متوازن مع الاطفال، مع الاسرة، مع المال، كل حاجة انت بالنسبة لك هتكون ككفة واحدة، يعني هيخلوك تتوازن اتزان تام حتى في امورك الدينية، هيخلوك انك كمان تقرب من ربنا اكتر، تتصل بالله اكتر، تعمل اشياء انت اهملتها. انت بس سلم امورك لله واتبع الارشادات اللي بتجيلك. الرسالة دي في حد ذاتها هي ارشاد لك. هنا بيقولوا لك دايما خليك متقي الله في كل اعمالك، دايما خليك حاطط ربنا امامك في كل شيء تقوم به قبل ما تعمله، تفتكر ربنا، تفتكر اعمل الشيء ده استخير ربنا، حط الله امامك في كل اعمالك، هتلاقي نفسك شخص من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. هتلاقي نفسك عندك قناعة بالمال، وهيكون عندك مال وفير وشيء هام في حياتك من السعادة داخل والاستقرار والإشراقة الكونية لك. البعض منكم داخل على آفاق سعيدة وآفاق مشرقة وسعادة، ونورك انت هيطفو على الجميع، يعني انت تشبه الشمس بالطاقة الإيجابية اللي هتدي الإيجابية للآخرين، وهتخلي اللي حواليك يتشافوا من الطاقة النورانية اللي معاك. فبيقولوا لك خد بالك من الأحلام، خد بالك من العلامات. احنا بنرسل لك أمامك فراشات تشوفها، بنرسل لك طيور، بنرسل لك أشياء كونية ترى بيها الأرقام والعملات المعدنية والريش، بيدلك ان احنا حواليك ومعاك في كل خطوة تخطيها. هنا العائلة الروحية بترشدك على انهم انت خرجت من البيت احنا معاك، دخلت البيت احنا معاك، رحت تشتري حاجة احنا معاك، في كده طاقة من الحفظ حواليك، من الحفظ الإلهي. اوعى تفتكر ان العائلة الروحية من الأرواح الطيبة او من جند الله، من الجن المسلم والمؤمن او من الملائكة، سميهم مرشدين روحانيين، سميهم أرواح طيبة، سميهم جنود الأرض وملائكة السماء،
سميهم الشيء اللي انت تسميهم، اهم حاجة انت محاط بطاقة نورانية من عند ربنا. ربنا بقى بعت لك ملائكة، بعت لك جنود من عنده من الارواح الطيبة، بعت لك مرشد روحي من الملائكة او من الجن او من الارواح، دول اسمهم مرشدين روحانيين. يعني انت تسميهم زي ما انت تسميهم، هم ارشاد من عند الله، يعني ربنا هم اللي بعتهم، يعني ما ينفعش هم يقولك كده لوحده، ما فيش حاجة بتتحرك بدون امر من ربنا. الطاقة الكونية كلها بإيد الله، وتسخير الكون كله من ملائكة وجن وأرواح وجبال وأنهار وبحار وناس وكل حاجة وطيور وفراشات وكل حاجة أنت تتخيلها على الكون، بتتيجي ليك بإشارة من الله، بتسخير من الله لك للطاقة الكونية. فأنت بلاش تحبط، بلاش تعيط، لأن في ناس هنا بتدمع وبتعيط وبتبكي، ما بتنامش، في ناس هنا خجلانة من شيء أو حتى زي قناع مش عايزة تبين شيء معين. انت هنا بتداري شيء، في حد منكم هنا بيداري حاجة، يمكن بتداريها عن نفسك أو بتداريها عن الآخرين، بس هنا في شعور بالملل وفي إحباط وفي دموع للناس كتير. اتخلى، حاول انك تتخلى عن الطاقة السلبية لكي يتجلى الطاقة الإيجابية في حياتك. علشان الطاقة الإيجابية تتجلى في حياتك، اتخلى عن المشاعر السلبية. دي رسالة منهم ليك، بيقولوا لك قريبا جدا ستأتي طاقة الشفاء إليك، سيأتي قضاء الشيء اللي انت مستنيه إليك. حاول انك ترتاح وتسترخي وتجد الخلوة لنفسك، نصف ساعة في اليوم، ربع ساعة في اليوم، أهم حاجة إنك تختلي بنفسك في غرفة وتقرأ قرآن فيها أو تسبح أو تتأمل، اعمل أي نوع من أنواع التأمل بحيث إنك أنت تنظف طاقتك وهالتك. العائلة الروحية هنا بتوصل لك الراحة والاسترخاء والتأمل، سيأتي لك بقضاء الشيء السريع. يوجد قضاء حاجة ليك هنا بإذن الله. البعض منكم في زواج قريبا على بداية السنة، زواج قريبا، فأبشروا في رجوع للمنفصلين، في هنا استقرار زواج، وفي علاقات فيها مشاكل وتخريب وحاجات زي كده بتتحل. في بقى ناس هنا أصلا مش عايزين رجوع، عايزين انفصال. هنا رسالة منهم لك، بيقولوا لك لو انت عايز الانفصال هيتم، انت بس صلي في الثلث الاخير من الليل وادعي باللي انت عايزه يتم. انت شخص قريب من ربنا وشخص دعوتك مستجابة، والدعوة اللي انت بتدعيها سريعا جدا باذن الله سيتم تحقيقها اليك. ان الله قريب مجيب الدعاء. رسالة ليك منهم، بيقولوا لك ان وعد الله حق، وان ربنا ما قالش ادعوني وانا بعدين هستجيب ليكم، هو ربط الدعوة بالاجابة على طول. اعرف ان دعوتك مستجابة، ولكن اذا اتأخرت علشانك فهي لسبب، لسبب، ولازم انت تاخد بالاسباب. ربنا قال خذوا بالاسباب، يجب عليك الاخذ بالاسباب. اذا الدعوة اتأخرت ما تقولش ليه يا رب انا بدعي طول عمري والدعوة ما بتجيش، ما ينفعش تقول كده اصلا، ما ينفعش. انت المفروض تستسلم، انا عارف يا الله انك اخرت دعوتي علشان شيء هام ليا، علشان ما تضرنيش، علشان شلت مني انا بلاء، شلت عني بلاء. فانت حاول انك تتكلم بعفوية مع ربنا وتدعي دعائك، وما تيأسش ابدا من الدعاء، ما تيأسش لان دعوتك مستجابة. واوعى تيأس، لانك كل ما بتدعي كل ما بلاء بيتشال من عليك، ومن على اطفالك ومن على زوجك ومن على عائلتك ومن على اخواتك. يعني بيبقى في حاجة، انت ناس بتحبهم بيكونوا في امان بسبب دعوتك انت. وادعي وما تبطلش دعاء، لان ربنا بيحب يسمع صوتك بالدعاء. يوجد رسالة سريعة او تليفون سريع او مكالمة او حاجة على السوشيال ميديا هتجيلك، يوجد تواصل سريع جدا مع شخص او مع رسالة او مع مكالمة تليفون، شيء هيساعدك، حد كده عايز يطير ويجيلك،
حد مش طايق البعد عنكم، لو اخ مش طايق يقعد في السفر كتير وعايز يرجع، لو اب لو ام في حد هنا عايز يشوفكم مشتاق ليكم، اما هيبعت لك رساله او هيكون هو قدام عينك في لحظه والتانيه. في هنا مفاجاه من القدر لك، في مفاجاه لك، انت هتتفاجئ بالشخص ده امام عينك او هتتفاجئ بالرساله دي او بمكالمه التليفون. انت بس كل اللي عليك تطلق سراح الماضي، تعالج الجرح، سيب الايام وسيب الزمن يعالج الجرح براحته، ولكن انت حاول تطلق سراح الماضي، تنسى الماضي علشان يتجلى لك المستقبل. يوجد اسرار كتيرة هتكشف امامك بدون انت ما تحرك اي شيء، يوجد اشياء سيئة ويوجد اشياء إيجابية، فأنت اللي هتكتشف وتعرف إيه الأشياء دي اللي هتتكشف أمام عينك قريبا جدا من الأسرار ومن ناس قريبة لك. ولكن أنت ما تحاولش تتقدم بالأشياء السلبية وتقول ده أنا هكشف أشياء سلبية عن الأشخاص دي أو عن الشخص ده، يمكن شيء إيجابي ينكشف أمامك، هي نوع من الأسرار ستكشف أمامك بإذن الله. أرى أشخاص تتألم وتزرف الدموع وتفقد شيء مهم معاها او عندها، حاول انك ما تستسلمش للطاقة اللي انت فيها دي، عشان كل ما تستسلم كل ما هتفقد اشياء اكتر. وهنا في رسالة ليك بانك تتفقد اشياءك من فترة للتانية علشان في حد عايز ياخد منك شيء، حاول انك تتفقد اشياءك اللي انت محتفظ بيها، اللي انت شايلها في مكان، شنطة ايدك مثلا، الاماكن الحاجات اللي انت بتشيلوا فيها اموال او حاجات زي كده، تفقدوها من وقت للتاني يا جماعة، علشان هنا في زي طاقة سطو او ناس عايزة تاخد منكم شيء مش بتاعها. اخر رسالة ليك هنا، انك لو اطلقت سراح الماضي ستنمو نمو كبير جدا، والموقف ده سيعالجه الزمن، والبيت السعيد سيكون بيتك، والاحتفال سيكون دربك، والسعادة ستكون طريقك بإذن الله. أنا خلصت رسالة حبيب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.